احنا فخورين اليوم بتوقيع هذه الشراكه مع حكومه الشارقه لتدريب موظفين حكومه الشارقه على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو موضوع اساسي للموظفين يقدروا ينموا السكيلز اللي هن عندهم اياها ليقدروا يستخدموا التكنولوجيا ويطوروا اعمالهم بحكومه الشارقه. وبعتقد خلال هاي السنه اللي حندرب كل موظفين الشارقه احنا بنتمنى ان حكومه الشارقه تكون من الحكومات المتقدمه بمجال الذكاء الاصطناعي.